معكم فرقة مولود طنجة من مدينة طنجة. جينا اليوم لواحد الزيارة لمدينة العرائش، المدينة اللي كانت المدينة ديالنا في واحد الوقت، واحد من هنا واحد 75 كنا خرجنا من المدينة، واليوم رجعنا حيينا واحد الحفل مع الأطفال ديال مدينة العرائش. والصراحة الله حنا مسرورين بزاف بزاف، ما كرهناش دائما يكون هاد المبادرة بحال هيدا مع الأطفال وهاديك. وشكرا للقناة وشكرا للأخ اللي جا كيدعمنا. نعم، وهاد الجولة لمدينة العرائش كتجي بعد جولات قمتوا بها لتركيا يعني ومجموعة ديال المناطق في المغرب. نعم أستاذ، يعني كيفاش هو البرنامج ديال الفرقة يعني هاد السنة؟ بالنسبة لهاد الشيء هذا فكرنا بحال اللي كنا في تركيا مؤخرا، كنا ممثلين المغرب في سيرك إسطنبول مع الأطفال ديالي يعقوب وسلمان كما كتعرفوا. اليوم جينا عملنا داكشي اللي كان مبغيناش يتحرموا منه ولاد مدينتي ولاد العرايش وفهمتي. ودابا حاليا عندنا واحد الجوله مع واحد البرنامج ديال الشباب والرياضه، كاين واحد البرنامج دايره الشباب والرياضه في مدينه طنجه، كيقولوا له برنامج ولاد التشار، كيبغيو يوصلوا هادشي المواهب لولاد التشار وكيكتشفوا الطاقه اللي كاين في الاطفال ديال الخورس. نعم، وكيفاش كانت التقييم ديالك للجوله اللي قمتوا بها في تركيا؟ الجوله ديالي اللي كان التقييم ديالي اللي اول تنقلت داكشي اللي كان في تركيا، بالنسبه كان سيرك اسطنبول، اليوم اصبح عندنا سيرك سيرك هيركوليس طنجي. اليوم جيت ديك البروجي هذا وان شاء الله غنكونوا ندوروا به الشمال كامل وفي القرص وداخل المدن ان شاء الله. اللي ما ليكم شي نهار يكون ديك السيرك يتنقل يجينا هنا ان شاء الله بالسبيكتاكل اللي كنا دايرين به في تركيا. نعم، بالاضافه الى ذلك تقوم يعني جمعيه ولاد طنجه بالتعريف بهذه الرياضه هذه وبالاخص لقاءات يعني تلفزيه اذاعات يعني والتلفزه. نعم، المغربيه. نعم، شنو يمكن تقول على البرنامج ديال اللي عندكم يعني فيما يخص برامج التنشيط؟ بالنسبه للبرنامج التنشيط ولاد التشار، نعم، هذا تقريبا مطابق مع البرنامج دي ارسيس اللي كنا شاركنا فيه في القناه الثانيه، ولا برنامج عرب قطان اللي كنا شاركنا ما حلفناش لحد باش دوزنا للنهائيات ولا ما تاهلناش، كنا دوزنا في البريم الاول كنا خرجنا منه فهمت. وان شاء الله ما كرهناش هذا الشيء هذا استاذ، نقلوا للمناطق ديالنا. نعم، أخص بالنسبة للعالم القاروي اللي كيفتقر اللي هو المنبع ديال هذه الرياضة هذه بطبيعة الحال، وبالأخص أنه كيفتقر هذا يعتبر موروث ثقافي ورياضي. نعم، بالنسبة للقرى أنا كان عندي واحد الأصل نادي كنعلم فيه أولاد المنطقة، كنشوف أنا اللي كيتفوقوا بزاف. كتشوف بأن هذا ولاد الشهر هذا يعني هو داخل في هذا الشيء هذا التعريف هذا الموروث هذا بالنسبة للقرى. نعم أستاذ، نعم، جميع المواهب، الغناء، الرقص، بوبينغ، فيه كلشي بزاف الاشياء، منو السيرك، الكاراتيه، فيه بزاف الاشياء. بالحق حنايا عاملين واحد جوله تما، دايرين جوله ديال السيرك باش عاملين معاهم التنشيط باش كنوصلهم شنو هي هذه الرياضه هذه السيرك. نعم، واش ممكن تقول لنا حد من الاسم ديالك؟ اسمي يعقوب زارو من مدينة طنجة، مواليد 2008، كنقرا في مستوى أولى إعدادي وكنمل رياضة الأكروبات. كيفاش كانت المشاركة ديالكم وكيفاش تفاعل معكم الجمهور ديال العريش اللي هو والمنبع ديال هذه الرياضة في الحقيقة في الجهة ديال الشمال؟ كنشكر الجمهور ديال العريش بزاف وهما الخصوصية اللي دعمونا وشكرا. كتكوت الصغير، قدم لنا اسمي ديالك. سلمى زغوم. كيفاش كانت المشاركة ديالك؟ كيفاش كان معك الجمهور معك؟ نعم، كانت رائعة وحنا مسرورين معاكم في العريش. وشني قدمتوا للجمهور ديال العريش؟ قدمنا لهم العرض. العرض يعني فنون السيرك. فنون ديال السيرك. نعم. منهم الموسيقيين، منهم رولا جونغلاج، من هذاك الشيء منوع. حنا معروفين كنعملوا عرض مجموع كامل، حق اليوم قدمنا جوج العروض استاذ، قسمنا عرض على جوج الاشياء، دخلنا في عرض جونغلاج وفيه شويه الاكروبات، ودخلنا عرض ديال عرض كيقولوا اوروبي فهمتي، ستيل اوروبي، فيه هذيك الموسيقيين، فيه هذيك التوازن.